هذا البرنامج برعاية أكاديمية الرواد للتدريب. مجموعة الرواد للأعمال تقدم لكم ورشة عمل تدريبية تلفزيونية بالتعاون مع أكاديمية الرواد للتدريب وقناة RBC TV عن تكنولوجيا المعلومات. السلام عليكم. اسمي عبد العزيز وأعمل هنا في واحد من أهم قطاعات مجموعة الرواد، ألا وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات. اليوم ورشة العمل هذه من إنتاج أكاديمية الرواد للتدريب، وبعد هذه الورشة سنكون قادرين على فهم دور قسم تكنولوجيا المعلومات في أي مؤسسة وعمل كل فرع فيه. يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الرواد للأعمال من أهم القطاعات التي أنشأت البنية التحتية الإلكترونية للمجموعة وأتمتت العمل داخل النظام، فهو مسؤول عن مراقبة وحماية المعلومات وإنشاء الهوية البصرية الإلكترونية لكل القطاعات والاتصال والتواصل بين المكاتب الإدارية والتنفيذية، ناهيك عن الخدمات المقدمة للعملاء. دعونا نبدأ الآن من المفهوم الأساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي له تأثير كبير على أوجه الحياة العملية. كل شيء يتم حوسبته الآن. إن تكنولوجيا المعلومات هي استخدام الأرقام للتخزين والتنظيم وإعادة هيكلتها في شكل مفيد. كل الشركات تقريباً، كبيرة أو صغيرة، لديها قسم لتكنولوجيا المعلومات يتعامل مع كل المشاكل التقنية التي قد تطفو على السطح أو تظهر بشكل طارئ. جميع الناس على بينة وعلم أن قسم تكنولوجيا المعلومات يركز على نجاح عمليات الشبكة الحاسوبية. القسم الآخر من هذا القطاع يعنى بالتصميم والتطوير وإنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وتصميم الشكل الخارجي وخلق أساس له واختبار إمكانياته بناء على متطلبات العملاء. إنها رؤيتنا لتطبيق وصيانة أنظمة الكمبيوتر الشبكية في الشركة. إن قطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص بنا يعنى بالتطوير والتصميم، يمكنه رسم الموقع الإلكتروني من أجل عرض المعلومات، إنشاء الرموز، ويختبر قابلية استخدام الموقع بناء على احتياجات المتعاملين. فريق الـIT الخاص بنا يمكنه إنشاء موقع للمعلومات وموقع متكامل للدعاية وللإعلان الذي قد يتيح بيع خدمة أو منتج الشركة بشكل مباشر للزبون أو المتعامل. أود هنا أن أذكر موقعنا الإلكتروني www.rgroup.ae المصمم والمطور من قبل فريقنا في قسم الـIT. نقدم هنا أيضاً استشارات للشركات عن تكنولوجيا المعلومات. يقدم هذا القطاع فرصاً لكل الأفراد الراغبين في تأسيس مواقع إلكترونية شخصية أو تابعة لشركة ما، من خلال عروض مميزة تجمع بين انسيابية الطرح بين العناوين المرغوبة من قبل المتعامل والأهداف المرادة من الفئة المستهدفة، ويتيح للراغبين صيانة حساباتهم الإلكترونية ومواقعهم على الشبكة العنكبوتية والحصول على الدعم المطلوب. هناك فرع آخر وهو فرع الأعمال والخدمات. نقدم فيه أعمالاً خدمية للمتعامل تتعلق بالبنية التحتية المناسبة لطلبه، أعمال الصيانة ولدعمه عن بعد. بادرت مجموعة الرواد بتقديم ورش عمل تدريبية في هذا المجال، خاصة لمن أراد الاطلاع أكثر على آلية العمل واكتساب المهارة لممارسة هذه المهنة من خلال التدريب تحت ضغط بيئة عمل حقيقية. القسم الثالث هو قسم التدريب. نقدم فيه حصصاً تدريبية في تكنولوجيا المعلومات، وبعد أن ينتهي المتدربون من أيام الدورة التدريبية يحصلون على شهادة من أكاديمية الرواد للتدريب. والقسم الرابع هو قسم البرامج التلفزيونية. نقدم فيه البرامج والإعلانات عن تكنولوجيا المعلومات.
يحاول جاهداً قسم تكنولوجيا المعلومات ضمن خطة استراتيجية محددة أن يقدم معلومات وتدريباً أشبه بالتدريب عن بعد في هذا المجال من خلال صنفين من البرامج التلفزيونية. الصنف الأول كالحلقات التي تعرض من ورشات العمل المصور، والصنف الثاني من خلال توثيق أعمال القطاع والدورات التدريبية وعرضها على منصات قناة RBC على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشتها الفضائية على قمر النايلسات. Now we will discuss about our IT infrastructure. And behind me there is a server rack. الآن سنتحدث عن بنيتنا التحتية لقطاع التكنولوجيا والمعلومات. وكما تشاهدون خلفي يوجد الخادم أو المخدم العام، يوجد المخدم دا والDVR وكاميرات IP ومآخذ سيسكو. هذا كل ما نحتاجه لتشغيل الشبكة بأكملها هنا. نحن الآن في المكتب المركزي، كما في كل طابق هنا يحوي غرفة منفصلة، ولهذا الخصوص علينا نشر الإنترنت من هنا لكل قطاعات الشركة. ومن خلال المآخذ التي ذكرتها سابقاً علينا رفع الخط لكل الطوابق، ومن ثم توزيع الإنترنت لكل مكتب على حدة. إذن بالنسبة للخادم، سأقول لكم أول المتطلبات التي عليكم معرفتها، وهي معدات مادية جيدة. من الممكن أن تكون ديل أو HP بناء على ما هي متطلباتنا. ثم نحن بحاجة إلى DVR لنحمي مكاتبنا وللمحافظة على التسجيلات وكل شيء آخر لتجهيز ما نحتاج إليه. ولدينا أيضاً كاميرات IP يمكنني أن أجهزها، بالإضافة إلى مآخذ سيسكو وأيضاً المسير لتوجيه البيانات فيما بينها. الفايروول نحن بحاجة لتنزيله وتجهيزه في مكاتبنا لحماية شبكتنا، لأننا إذا لم نقم باستخدامه سيهاجم نظامنا من قبل الهاكرز وسيحصلون على معلومات الشركة السرية من شبكتنا. يوجد خلفي جهاز فورتيغيت 60E الأمني، نحاول من خلاله بشكل حثيث إتاحة اتصال مباشر من موقع إلى موقع آخر، أي لمكتب فرعي. إذن في هذا الشق لدينا DVR، علينا تجهيز الكابلات والكاميرات أيضاً. من هنا نستطيع تدريب الطلاب لكي نريهم كيف بنينا شبكتنا هذه. وتستطيعون مشاهدة أجهزة تخزين معلومات الوصول إلى الشبكة الموجودة خلفي أيضاً، تستخدم لحفظ تسجيلات كاميرات المراقبة والملفات. ويوجد في جهاز DVR ذاكرة حافظة من الشركة المصنعة. وبالنسبة لكاميرات IP يمكننا استخدام أيضاً النظام نفسه NAS Storage، ومن الأفضل اختيار NAS Storage أي تخزين معلومات الوصول إلى الشبكة، لكي نضع ونهيئ خيار Setup Red قبل وقوع مشكلة أو عطل ما إن حصل ذلك. وبهذا يكون لدينا الخيار والفرصة لاسترجاع بياناتنا. كما تشاهدون خلفي يوجد أيضاً IPP ABX نستخدمه لنظام الاتصال الهاتفي. فمثلاً لدينا هنا خط من شركة اتصال، من الممكن أن يكون IPP ABX من نوع أنالوج أو ديجيتال، يعتمد على حجم المكتب وعدد المستخدمين له. فإذا كان عدد المستخدمين كبيراً في المكتب الواحد من الأفضل استخدام نوع ديجيتال، أما إذا كان عدد المستخدمين أقل من الأفضل استخدام نوع أنالوج. يخوض قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الرواد تجربة فريدة من نوعها، يحاول جاهداً تفعيل أقسامه الأربعة خدمة للمجتمع والناس في كل أنحاء العالم وخاصة الشباب، ويحاول الاهتمام بأدق تفاصيل عمليات تكنولوجيا المعلومات من أبسط الأمور التي قد تكون معروفة للعامة إلى أعقد العمليات والحلول في التصميم والبرمجة والصيانة، ليكون للفرد ثقافة عامة وثقافة مختصة في هذا المجال حتى يصبح قادراً على مواكبة العصر الرقمي. هذه ورشة عملنا الصغيرة، لدينا بعض الأجهزة والأدوات التي أود أن أشرح لكم عنها. لنبدأ بالأجهزة. يأتي هذا الجهاز من شركة اتصالات يسمى ONT، يستعمل من أجل الاتصال بالإنترنت والاتصال الهاتفي. وبعد أن نعد جهاز ONT من طرف شركة اتصالات، سيعطونا بدورهم اسم المستخدم وكلمة المرور التي نحتاجهما لتشغيله. ثم نحتاج إلى الراوتر أي المسير. هذا هو الجهاز الذي نستخدمه ليكون الإنترنت متاحاً في المكتب،
وإذا كنا نريد أن نتيح الإنترنت من هنا فيمكنني استخدام هذا الجهاز RJ45 Internet Socket. لكن علينا تجهيز المكتب بالكابلات المناسبة وربطه بها، وبعد الانتهاء من إعداد الموصلات أو الكابلات يمكننا استخدام هذا المبدل أو الموزع، ومن هنا يمكن اتصال جهازي الآي بي لينك بالمبدل، ومن هنا أيضاً نستطيع توزيع الإنترنت لكل المكاتب. إذن سأريكم أيضاً بعض الكابلات. هذا كات 6 يستخدم للإنترنت، وهذا بي أن سي للكاميرا. سأريكم، هذه هي كاميرا دي في آر، ودعوني أريكم أيضاً هذه كاميرا آي بي نستطيع التحكم بها من الإنترنت عن طريق وصل هذا الكابل الذي سيوصل بالمأخذ حتى نحصل على مشهد الكاميرا. الجهاز الآخر هو نظام الاتصال الهاتفي، وهذا جهاز باناسونيك يتيح لنا من خلال ربط الوصلات بالمآخذ لربط عدة مواقع مختلفة. من هنا يأتينا الخط القادم من شركة اتصالات أو دو، هذه أداة لختم الكابلات غير الجاهزة، فمثلا هذا كابل غير جاهز، وهذه مآخذ خطوط كو أي خط الاتصال الأساسي لاتصال الخط الهاتفي. أما هذه فهي وصلات نستطيع أن نربط من خلالها أكثر من 20 خط اتصال، وإذا كنا نريد الحصول على اتصالات أكثر علينا استخدام جهاز آي بي إضافي. نظام هذا الجهاز الذي أشير إليه هو أنالوج. إذن سأريكم أداة العقص، هذه الأداة هي للحام الكابلات، فمثلا إذا قلنا إن هذا الكابل غير جاهز للاستخدام علينا لحام الموصل الذي يحمل اسم RJ45 والموصل RJ11. RJ45 يستخدم لخط الاتصال بالإنترنت، و RJ11 يستخدم للخط الهاتفي. إذا واجهتنا عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها في عملية الاتصال كمشكلة في محاولة الاتصال بالمخدم على سبيل المثال، فعندها سنستخدم هذا الجهاز لفحص الاتصال إذا كان يعمل بشكل صحيح أم لا، ويطلق عليه اسم جهاز تتبع الكابلات. فإذا تعطل أي كابل نستطيع فحصه بهذا الجهاز الذي سيرينا إذا كان هناك اتصال بين الكابلات أم لا. علينا فقط تشغيل هذا الجهاز وسنرى ونسمع الإشارة الصوتية التي تعني أن الجهاز متصل. فعلى سبيل المثال إذا كان الاتصال لا يعمل في غرفة المتحكم الموجود في المكتب الآخر، فيتوجب علينا فحص العملية المسماة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال هذا الجهاز. الجزء الأول منه نوصله بالكابل والجزء الثاني من طرف آخر، وهكذا نعلم أن اتصال الجهاز سالي. تراعي أكاديمية الرواد للتدريب توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة وقواعد الاختلاط والمسافة الفاصلة والآمنة بين الأفراد في إمارة دبي، وتقدم تدريباً نظرياً عن بعد ونظرياً وعملياً داخل أقسام التدريب لكل قطاع، كما في ورشات العمل التدريبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويختبر المتدربون أنفسهم فيها مراراً داخل بيئة عملية حقيقية ليكتسبوا الخبرة الحقيقية المطلوبة في سوق العمل. This is our next main workshop. Here we are giving trainings to students how to assemble the hardware and how to install the software. هذه ورشة عملنا الكبيرة. هنا نقدم تدريباً للمنتسبين إلى الأكاديمية عن كيفية تجميع الأجهزة وتركيب برامج تكنولوجيا المعلومات واستخدام برامج استكشاف الأخطاء وإصلاحها. فعلى سبيل المثال إذا جاءنا أحدهم وأراد أن نعطيه تدريباً عن ماهية التركيب والتكوين في تكنولوجيا المعلومات، فنحن نستطيع مساعدته من خلال إعطائه أكثر من أسلوب لحل مشكلة الشبكة التي قد تطرأ عند استخدامه لها. نملك هنا أنواعاً مختلفة من أجهزة الهاردوير، نستطيع جعل المتدرب يستخدم أجهزة هاردوير تجريبية من أجل التدريب، ونعلمه كيف يركب الحاسوب العادي والحاسوب المحمول وكيف يفكك أنظمتها أيضاً، بالإضافة إلى كيفية البدء بعملية إصلاح مبدئية لها كما عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ونقدم تدريباً حول كيفية تنزيل برامج تشغيلية واستخدامها. فعلى سبيل المثال هناك منصة تشغيلية كويندوز ومنصة تشغيلية تتبع للمخدم، نقدم تدريباً يعنى بكيفية استخدام النوعين وباقي المنصات التشغيلية.
مع نهاية الدورة التدريبية أو ورشة العمل، يحصل المتفوقون على شهادة من أكاديمية الرواد للتدريب. شكرا جزيلا لمشاهدتكم. كانت هذه ورشة عمل تدريبية من قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الرواد للأعمال. هل تبحث عن عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لكنك تفتقر إلى الخبرة المطلوبة للتوظيف؟ هل تتوفر فيك سمات التعامل مع الناس وسرعة البديهة والقدرة على إيجاد الحلول والابتكار لكنك لم تجد مكاناً مناسباً يتبناك لصقل مهاراتك وعرض إنجازاتك؟ احصل على هذا البرنامج التدريبي من قناة الرواد الفضائية بالتعاون مع موارد للتوظيف عن طريق الالتحاق بأكاديمية الرواد للتدريب من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.argroup.com.